يمكن كلنا او كتير مننا بنمر دايما بظروف صعبه وظروف قهريه بتحصل في حياتنا، ممكن تكون بتغير حياتنا بشكل كبير جدا، سواء بقى كنت في شغلك، في دراستك، في علاقتك بحبيبك، والكلام ده كله بيحصل حاجه فتلاقي الموضوع اتقلب كده ايه راسا على عقب، وهتلاقي حياتك كلها بتتغير فجاه، وهتلاقي نفسك طول الوقت عايش زي ما بنقول كده دور الضحيه، او ان انت طول الوقت محتاج ان انت حد يطبطب عليك، محتاج حد ياخد بايدك في الفتره دي. لكن في بقى ناس تانية بتستغل ده، او ممكن ما يبقاش عندها حاجه خالص من المشاكل دي، لكن طول الوقت عايزه اهتمام، طول الوقت هي بقى رسمه الضحيه، وطول الوقت تلاقي البوست على الفيسبوك دايما كده، تلاقي ناس البروفايل بتاعهم على الفيسبوك كله مشاكل، كله جذب للانتباه وجذب للانظار، وازاي بقى يعني انا هبقى واحد صاحبي بالشكل ده وهقدر اتعامل معاه؟ فعشان كده احنا معانا دلوقتي انجي شوقي اللي منورانا، خبيره التنميه الذاتيه والعلاقات. اهلا وسهلا. منوره يا انجي. اهلا وسهلا. انا مش هعمل ضحيه النهارده. اوكي. ازيك يا انجي، عامله ايه؟ الحمد لله. تكوني دايما بخير. خلينا نتكلم كده معاكي عن الشخص اللي دايما في دماغه، اي دماغه بتبقى عامله ازاي ان هو دايما حاسس ان هو ضحيه، او شخصيته او تصرفاته بتكون عامله ازاي؟ خلينا نقول ان الانسان اللي بيلعب دور الضحيه هو اولا واخيرا العقل، اهميته ان هو يحميك يا شريف. يعني انت دلوقتي في حمايه العقل، طيب العقل ازاي يحس بالامان؟ فيبدا يطلع تكنيكس، يبدا يعمل حيل. وخلينا ان احنا يعني ما نتجناش على الناس، لانه ما فيش حد ما بيمرش بمشكله بحدث مش لطيف، سواء وفاه، سواء خيانه، سواء مشي من شغله، يعني كلنا بنتعرض لمواقف مش لطيفه. بس الفرق ما بين الانسان اللي بيعرف يكمل ويموف اون والانسان اللي دايما عايش في دور الضحيه، ان عقله قال له انت في امان طول ما انت قاعد جوه الدور ده. لأسباب كتير بقى، ممكن يكون منها ان هو بيكسب تعاطف، ممكن يكون انه حالة الضحية دي بتخليه دايما مش شايف غيرها لانها مأثرة عليه جدا، مخليها متألم. ممكن يكون بتحذره، يعني طول ما انا فاكر مثلا ان انا اتضحك عليا في الشغل القديم هفضل طول الوقت واخد حذري. فخلينا نبص لها بنوايا كويسة، انه الانسان اللي بيلعب دور الضحية هو عايز يكون في امان. طيب انجي، ايه السبب ان اللي يخلي الشخص ده هيلعب دور الضحيه؟ يعني هل مثلا التربيه ليها عامل في ده، ولا المجتمع، ولا خلاص هي بتبقى طبع فيه، او حاجه هو بياخد منها مثلا ان هو خلاص هيشيل المسؤوليه عنه، او هيكتسب التعاطف بتاع الناس؟ كلامك صح، انه طبعا في عوامل كتير بتخليني اعيش الدور ده، منها المجتمع اللي حواليا، سبيشال ان احنا يا خطيب كمجتمعات جمعيه، يعني بنهتم بالعيله، بنهتم بالاصحاب، بنقعد نتكلم كتير، فده بيكبر حجم الموضوع. فده اول حاجه. ففكره ان انا قاعده مع الناس طول الوقت كله عمال يتكلم، ايه ده مشي من شغله، ايه ده حصلت له، ايه ده بص ده عربيته اتخبطت، ايه ده. فاحنا كمجتمعات بنساهم جدا في ان احنا نكبر من حجم الموضوع. تاني حاجه، انه لو انا اصلا بقى كانسان بعيدا عن المجتمع اتعودت من وانا صغير ان انا كل حاجه بفضل قاعد فيها وقت طويل ومش بسمح ان انا اموف اون، ببقى عامل وكاني زي اللي لابس نظاره مشبره. فتلاقي رؤيتي اصلا للامور مش سويه، مش واضحه. فزي بقى ما انتوا قلتوا انه تلاقيه على الفيسبوك طول الوقت عمال بيسيب الاخبار الحلوه ويمسك في الاخبار الوحشه، بص ده حصلت مش عارفه حريقه كذا، بص ده حصلت عمره وقعت كذا. ليه؟ هو بيجذب دايما الحاجات اللي بتؤكد الحاله النفسيه اللي هو عايش فيها. فدي مشكله، اني انا احنا بنسميها كده بمنتهى البساطه ان انا اكون مسجون في الماضي. انا مسجونه في الماساه اللي حصلت لي، انا مسجونه في الوفاء اللي انا شفتها، مش عارف اتخطى. فمهم جدا ان انا ابقى عارف انه انا بالرغم من انه الموقف ده بيجيب لي مكاسب وقتيه، الا ان هو مش كويس على اللونج ران، لانه هيفضل يجذب لي نفس المشاعر. صح. طيب انجي، هو يعني انا في سؤال خطر على بالي، وممكن يكون سؤال جدلي شويه، يعني الشخصيات اللي بتكون دايما عايشه في دور الضحيه، هل ممكن يكون من الرجاله اكتر، ولا من البنات اكتر، او السيدات اكتر؟ هو بص، مفيش حاجة، يعني مفيش نسبة واضحة، لأن هي ملهاش علاقة راجل ولا ست، هي ليها علاقة بنوع الشخصية.
وزي ما انتوا كنتوا قلتوا في اول الحلقه ان في دراسه بتقول انه الرجاله بتعرف تموف اون اسرع، ففي دراسه تانية بتقول ان الستات بتعرف تطلع من دور الضحيه اسرع. ليه؟ لانه الستات بتعرف تعبر عن مشاعرها بشكل احسن. الراجل بيموف اون ظاهريا، بيكمل ظاهريا، بس هو ممكن يبقى من جواه مجروح، ممكن يبقى من جواه عنده خطوط حمراء كتيرة ما تعالجتش، بس بيموف اون ظاهريا، بيكمل يدخل في علاقة تانية، بيفتح شركة جديدة، بيتعرف على صداقات جديدة، وهو لسه مجروح وما تعلمش دروس الماضي. ولكن الست بتاخد وقتها، بتاخد وقت في ان هي تعبر عن مشاعرها، بتاخد وقت ان هي تتعلم من الدروس، بتاخد وقت ان هي تسأل ناس، وبالتالي لما بتبدأ تاني ما بتبقاش بتلعب دور الضحية، بالعكس اوقات كتير بتكون مسؤولة اكتر من الراجل. بس انجي ده مثلا ممكن يخلينا نتكلم نقول ان التعاطف ده حاجه سلبيه ولا حاجه ايجابيه؟ لما انا ابقى طول الوقت عايز الناس تتعاطف معايا حاجه، ولا ان انا اكون عايز تعاطف في الوقت ده بس هو اللي كويس؟ ما هو خلينا نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. ان انا كانسان عندي مشكله انا متعرض لها، فانا لازم اصلا اطلب الدعم، ودي احد الوسائل اللي بتساعدني اخرج من الموضوع ده، سواء ان انا اعبر عن نفسي، سواء ان انا اتكلم مع صديق او مع حد مختص، ده موضوع مهم جدا. لكن لو انا فضلت حابس نفسي جوه السجن ده، خليني اقول ان في ناس بتقعد سنين. انا ممكن يجي لي حد في جلسه مثلا عن العلاقات الزوجيه تقول لي هو قال لي الكلمه دي او عمل فيا الموضوع ده من 20 سنه وتعيط، فده معناه ان هي بقى لها 20 سنه متالمه، فده هنا لا علامة خطر. ما ينفعش تعيش عارف زي اللي طالع جبل او طالع سلم وهو شايل معاه شنطة تقيلة، والفرق ما بين واحد ماشي فاضي من غير شنط. فانت طول ما انت مش بتفرغ مشاعر الماضي ومش بتتعافى منها، طول ما انت شلتك عمالة تتقل، انت اللي بتتعب. صح. طيب يعني برضو عايز اعرف منك يعني اجابة على الحتة اللي انت قلتيها في الاخر بتاعت اللي ممكن يكون مجروحة بقالها 20 سنة. كلنا ممكن نتعرض زي ما انت قلتي من شويه لظروف، واحمد قال كده، هل الظروف دي احنا لما نتعرض لها ونحس ان احنا فعلا في احساس دلوقتي دور الضحيه او فعلا انا الضحيه، هل اول ما احس بالاحساس ده المفروض الناس تحاربه على طول، ولا تستسلم له بعض الوقت وتحاول بعد كده تحاربه؟ ايه اسلم حل ان الموضوع ده ما يطولش ونخش في نفق مظلم يعني؟ حلو جدا فكره اللي انت قلتها، ان احنا نستسلم للاحساس ده، لانه طبيعي جدا انه الانسان يجي عليه في وقت يحس ان هو بيتعرض لحاجات غصب عنه، بس ده معمول فور ريزن، لسبب انه الانسان الفرق ما بينه وما بين الحيوانات والجماد ان هو كائن متطور. فعلشان انت تبدا تتطور مهم تفكر بطريقه مختلفه. فلما انت بتستسلم لاحساس الضحيه وبتدي نفسك فرصه ان انت تتعامل مع مشاعرك، بتفتح لنفسك افق جديده وطرق جديده تقدر بيها تكمل حياتك. يعني خلينا نبسط للناس، لو انت كده في وقت من الاوقات كنت عامل حسابك ان انت رايح رحله وحصلت مشكله في العربيه، فانت الطريق ان انت تستخدم العربيه قفل بالنسبه لك، هتحس الوقت ان انت زعلان، هتحس الوقت ان انت متضايق، بس ممكن يديلك افكار لطرق تانية مختلفة، ممكن انك تركب مع حد، ممكن انك تاخد قطر، ممكن انك تاخد طيارة، وممكن اصلا يعني تكتشف ان الطريق التاني ده هو اللي كان انسب لرحلتك وهو اللي كان انسب لوقتك. فهي نفس الحكاية، ان انت اوقات كتير بتحس بالظلم، بتحس ان حصلت حاجة خارج ارادتك تماما، مزبوط. بس هي بتعلمك الانفتاح، بتعلمك انك تفكر بطريقة مختلفة وتفكر بره الصندوق. حلو. ايوه. طيب انجي دلوقتي لو انا حواليا حد من الناس اللي هي بتبقى ضحيه طول الوقت او طول الوقت بتكذب انها تكون ضحيه وعايزه تعاطف الناس، ازاي انا انصحه واقول له خلي بالك انت هنا يعني لازم تخلي بالك ان انت مش دايما هتبقى دور الضحيه، او ازاي انصحه بالموضوع ده بالذات؟ لان ممكن اقول له انت بتعمل الدور ده وهو يقول لا انت شايف، انت مش شايفني صح، او مش شايفني ان انا كويس طول الوقت. من أجمل النصايح اللي ممكن نوجهها للحد اللي عينه دايما بتشوف السلب يا خطيب، اللي هو عينه موجهة في الألم ومش شايف حاجة تانية، هي نظرية الفصول. يعني سبحان الله لما ربنا خلق إن في أربع فصول في السنة وخلق إن اليوم فيه ليل ونهار، فده ليه حكمة. فإحنا كمان ممكن نقوله حاول تشوف حياتك على إنها فصول، في فصل
انت مثلا اتخنت فيه او في فصل انت اتخذلت فيه، بس في فصل تاني انت اخدت ترقيه في الشغل، وفي فصل تاني قضيت وقت لطيف مع اصحابك، وفي فصل تاني ربنا رزقك مثلا بمولود. فلما تبدا تشوف حياتك على ان هي متنوعه، سبحان الله هتحس انه لا، الدنيا يعني فيها ابيض وفيها اسود، وهو ده اللي بيخلينا نستمر. طيب اللي دايما بنشوف يعني برضو صلحيني لو ده غلط، ان معظم الناس اللي عايشه في دور الضحيه ما يكونوش مقتنعين لو جيت توجههم بحاجه زي دي، او زي ما بنقول يعني بيقاوح، لا 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 خالص وليه ومش انا. هل الجدل بقى معاهم في المرحله دي هو الحل، ولا ايه اسلم الحلول ان احنا نقدر نقنعهم ان فعلا لا انت عايش دايما دور الضحيه؟ زي ما قلت لك يا شريف، انه هو اولا واخيرا بيعمل ده عشان عقله بيصور له ان هو كده بيحمي نفسه، يعني يقول لك لا 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 ده حرامي، ده مستحيل، ده هم كلهم خونه، لا لا لا. ليه؟ عشان هو اولا واخيرا عقله عايز يحميه. فعندنا قاعده مهمه جدا بنقول اسمها مشاعرك من حقك، يعني من حق اللي قدامي ان هو يمتلك المشاعر دي، مشاعر الخوف، مشاعر القلق، بس انا ممكن اساعده ان هو بالرغم من ان انت خايف، بالرغم من ان انت مش حاسس ان انت مطمن، بس ايه رايك؟ واديله فكره وانا موافق، يعني بنعمل فاليديشن لمشاعره. حلو. فالانسان لما بيحس ان هو متفهم بيحس ان انا مسموع، انا كده يعني. لكن لما انا انكر عليك خوفك، لما اقول لك طب ما خلاص بقى، ما كفايه بقى، يلا موف اون بقى، خد خطوه بقى، بيحس كده انه محدش حاسس بيه. فمهم جدا ان انا اتفهم مشاعره، افهم الدافع اللي عقله عايز يزقه ليه، بس بالرغم من احساسك ده ايه رايك ناخد خطوه مختلفه، وممكن كمان نختار خطوات بسيطه جدا بالهدوء والبساطه جدا. يعني ابسط خطوه تقدر تعملها هي الخطوه اللي هتطمنه وهتخليه ياخد خطوات مختلفه. حلو قوي. طب الشخصيه اللي هي دايما عايزه التعاطف بتاع الناس ده، لو الناس بدات تحس ان هو خلاص بقى مش عارف اتكلم معاه تاني، مش عارف اتعاطف معاه تاني، ايه سقف طموحه؟ يعني هيوصل لحد فين طول ما هو مش لاقي حد بيتعاطف معاه؟ في بعض الاحيان احنا ممكن نقول انه لو حد فعلا احنا عملنا معاه كل الخطوات دي، وهو وده بنعمله مع الاطفال، لانه مثلا الاطفال اذكياء جدا، فبيبقى عارف ان انا لما هقعد اعيط كتير، او لما انا هقعد اطلب كتير مامته هتستجيب. فمهم كمان انا مع اللي قدامي انا همي مصلحته، يعني انا مع اي حد، انا مع صديق بيكلمني، انا مع اي حد بتعامل معاه انا همي مصلحته. فانا هبقى عارف ان في حد معين لو تعاطفت اكتر من كده انا هضره. يعني لو حد قال لي معلش اصل انا بخاف، انزلي انت اعملي لي حاجه دي تبع شغلي، او انزلي انت اعملي ده، طب ما هو انا هبقى عارفه كده ان انا بساعده ان هو يبقى مقصر. فاوقات كتير لا، مهم جدا يكون عندي انا كحد بتعامل مع الشخصيه دي يكون عندي حدود واضحه، متفهم المشاعر، ولكن مهم ان انا اساعده ان هو ما يعملش حاجه غلط تضره. طيب هل بتختلف التعامل مع اي حد حاسس بالاحساس ده، سواء ام، اب، صديق؟ ممكن انت دلوقتي يعني ركزتي اكتر على حته الطفل، احنا ممكن بنشوف يقول لك ايه بيعيط فسيبيه يعيط، مش لما يعيط تديله اللي هو عايزه فهيفضل واخدها. انا بس عايزه اكد على دي، نفاليديت مشاعر اللي قدامنا، يعني برضو لو انا شفت الطفل مش حاجه لطيفه ان انا اسيبه عيط، اقول له انا فاهمه ان انت زعلان، انا حاسه بيك، انا لما كنت صغيره. ففكره فهمه. حد كبير حد صغير يخلي عندنا رحمه بالاخر ونحس احساسه، ما نتجاهلش المشاعر، لان ده بيجرح جدا. ما نتجاهلش المشاعر، ولكن يكون عندنا لغه حوار بايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول. يعني عايز تقولي لي ان هي ممكن تكون السياسه واحده متبعه مع كبير او صغير او ام او اب، لكن هي كلها ان احنا نديهم يعني اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، اوقات كتير بتحصل انه يبقى في حد اكبر مني، يعني مش عايزين نقول ام، اب، خال، عم، راجل كبير في الشارع، فانت تحس انه ايه، طب والله مش عارف ايه، بس هو ممكن يبقى بيطلب مني حاجه فوق طاقتي، ممكن يبقى بيطلب مني حاجه، بس احنا نقول لا بس عشان راجل كبير. انا فاهم مثلا يا حاج ان انت تعبان، وانا فاهم ان انت مش قادر، بس انا بعتذر جدا لان ده فوق قدرتي. لكن فكره ان احنا نبقى يعني بنروح كده مع الاخرين، وده ممكن ينتهك حدودي انا. فخلينا نقول ان هي شعره ما بين التفهم والرحمه، وما بين اني انا يكون عندي ببص للصالح العام، سواء للي قدامي لان هو حد قريب مني. زي ما قلت لك، انا ممكن لو انا عملت شغله، لو انا ساعدته ان هو يتكاسل في دراسته، لو انا ساعدته ان هو يهمل في واحده تهمل في اداء واجباتها في البيت، انا كده اصلا بضرها. ف
فبيبقى في حد فاصل ما بين اني انا اساعده وما بين اني انا ادور. حلوة. طيب انجي، هل بيبقى في تعامل مختلف من كل شخصيه او كل علاقه والتانيه، مثلا من الضحايا دول، من اللي حاسس ان هو ضحيه، مثلا سواء كان زوج او زوجه او اخ او صديق، ولا كلهم ممكن نعملهم واحد اللي هو النصيحه كلها واحده للكل ونتعامل معاهم بيها واحده؟ هو انا اصلا ما بحبش كلمة النصيحة، يعني فاهم، أنا بحس أصلاً إن الكلمة دي، عارف، كأن إن في حد فوق وحد تحت. لا، إحنا كلنا سواسية، يعني إحنا كلنا بناخد بإيد بعض، وممكن مهما أنا كان عندي علم، أنا في وقت من الأوقات أنا ببقى عايزة أسمع نصيحة من حد. ممكن حاجة من التعاطف، يعني النصيحة دي بتبقى تعاطف. فخلينا نقول هي مش نصيحة، هي محبة. وإنت لما بتبقى بجد بتحب اللي قدامك، هتلاقي الكلمة اللي تناسبه طلعت بمنتهى البساطه، حتى لو انت مش واخد بالك. وعلى فكره انت ممكن تكون عندك مشاعر محبه للي قدامك، وشايفه بيعمل حاجه غلط، او شايفه في وضع مش لطيف، وجودك جنبه بالمشاعر الطيبه دي، بالدعوه الحلوه، هتحسسه ان هو فولفيلد، لانه الحاجات الحلوه بتوصل يا خطيب، والحاجات الوحشه بتوصل. عارف لما حد يبقى داخل عليك كده، انت بتعرف، انت بتعرف ده بيحبك ولا ده بيكرهك ولا ده واقف جنبك. النصيحه دي ممكن يكون وراها ايه او ايه بالظبط. فانت احسن حاجه احنا نقدر نقدمها للي قدامنا، ان احنا يكون عندنا مشاعر طيبه فعلا ومحبه حقيقيه. وزي ما قلنا، لما انا هتعامل معاه من ارضيه ان انا متفهم مشاعرك ومقدرها، ولكن الموضوع هيختلف تماما. ممكن يكون في ولاد او بنات دايما حاسين بحته ان هم ضحيه، هل ده بيغير من اسلوبهم او بيغير من شكل شخصيتهم في التعامل مع الاخرين؟ هو طبعا فكره ان انا ابقى متربي بالذات في التربيه، حاسس ان انا مثلا ضحيه اب شديد او ضحيه ام ما اتعاملتش معايا كويس، هو في وقت من الاوقات فعلا بيبقى من حقه ان هو يبقى شايف ده. ليه؟ لانه عارف كانه بيبص على الحياه من خرم الباب، هو لسه صغير، لسه ما عندوش الخبرة. بس ممكن يبقى هو نفس الشخص لما يبدأ يكبر، يقول دي الشدة دي علمتني ان انا وانا مسافر ابقى قوي، وانا بتعامل مع ناس مش عارفة عاملة ازاي، معاملة مامتي ليا بالرغم ان هي حسستني بكذا، الا ان انا مع ولادي اتعلمت ان انا اتعامل بطريقة مختلفة. ففي وقت من الاوقات لما بتكون خبرتنا لسه صغيرة، لما نكون لسه بنبدأ الحياة، فانا برضو لما بيبقى عندي حد لسه في مرحلة المراهقة او ان هو مخنوق، اقول له من حقك، وانا لما كنت زيك انا كنت حاسة كل الاحساس ده، لانه انت من حقك تنطلق ومن حقك تعمل حاجات كتير زي اصحابك. ادي نفسك وقت، حاول، خلينا نشوف ايه افضل الاحتمالات اللي نطلعها من الموقف ده، وساعتها خطوه خطوه، وكل ما هتمشي بيه الحياه كل ما هيلاقي لنفسه مخارج، وكل ما هيبص للماضي على انه فرصه يتعلم منها، بدل ما هي تكون سجن عمال يطلع منه مشاعر سلبيه طول الوقت. طيب في العادي انجي، احنا لو بنتكلم مع حد وعايزين بنتكلم معاه بتعاطف، عايزين نحل المشكله اللي عنده سواء ايا كانت هي ايه، نتكلم معاه بالعقل والمنطق، ولا بنتكلم معاه بالمشاعر والتعاطف اكتر؟ انهي حته ممكن نتكلم فيها نكسب الشخص ده تاني؟ اولا هي بتختلف من شخص للتاني، لانه في ناس بيبقوا محتاجين يعني الكتاب المشهور لغات الحب الخمس، فكل واحد اصلا بيفهم الحب بطريقه مختلفه. في حد فاهم الحب ان هو عايز حلول، وفي حد بالنسبه له الحب ان انت تبقى قاعد جنبه، وفي حد ان انت بتطبطب عليه. فهو بتختلف من شخص لشخص، وبتختلف على حسب المرحله. يعني لو انا مثلا اتعرضت لصدمه والموضوع ده لسه قريب، اكيد طريقه التعامل معاها هتختلف معاها لو انا الصدمه دي من 3 4 5 سنين، اكيد كلامي هيبقى مختلف. فمهم جدا ان انا اراعي الشخص اللي قدامي بيفهم الكلام ازاي، ومهم جدا ان انا اراعي الحدث، لانه بقى بيحصل العكس. في ناس كتير اول ما تحصل المشكله او خلينا نقول الحادث، نقعد نقول يلا كمل حياتك، الدنيا ما بتقفش على حاجه، يلا موف اون بسرعه، فاصلا يضغط على اللي قدامه. صح. فياخد خطوات. انت بتدلع. ايوه بالظبط. فالواحد يحس ان هو، طب هو انا مش هزعل، طب ادوني طب شويه ازعل فيهم. وده من حق كل واحد على فكره، ان هو ياخد وقته تماما ان هو يزعل، وياخد وقته ان هو يتاثر. احنا بني ادمين، والمشاعر جزء مهم جدا في نفسنا. فمهم افرغ مشاعري. انت عارف حتى كان في دراسه معموله بتقول انه في احد المستشفيات عملوا دراسه، جابوا مجموعه من المرضى وخلوهم يكتبوا، يفرغوا على الورق
يوميا لمدة تلت ساعة، لقوا ان الجروب ده على مدار ست شهور صحته بقت احسن. ليه؟ لانه ابتدى يعبر عن مشاعره، ابتدى يفرغ. فانت كل ما اديت لنفسك وقت تعبر بالمشاعر، حتى لو ما حدش سمع ده، يعني اللي انا بكتبه ده بس ان انا خرجته على ورق، ده هيبقى مهم 100%. لانه العقل اللاواعي ما بيفرقش بين الحقيقه والخيال. زي ما انت مثلا بتتفرج على فيلم وبتعيط، انت عارف ان ده مش حقيقي بس انت بتعيط. فانت برضو لو انت بتكتب وكانك بتقول لحد، انت بالظبط كان انت يعني بتتكلم مع حد وفرغت المشاعر. طيب انجي سريعا، رساله للاهالي خصوصا، لان دي حاجه انا بشوفها في الشارع واحنا في مول في اي حته، ان هم زي ما خطيب دلوقتي قال كلمه حلوه، ده انت بتدلع وانت مش عارف ايه، يعني انت اول واحد مش عارف كذا، الكلام العام ده اللي ممكن كلنا عدينا بيه واحنا صغيرين، ولما كبرنا نقول ما كانش قصدنا ان احنا نكون بنتدلع او اي حاجه، لا ده كان جوايا الاحساس كذا وكذا وكذا. ايه اهم النصايح للاهل بالاخص؟ علشان يعني انا بحاول احنا من خلال البرنامج ان احنا يعني نكون بنساهم ان الجيل اللي طالع يكون احسن نفسيا، ان هو يقدر يكون مفيد لبلدنا وللمجتمع. زي ما انت بتقول فعلا انه الكبار بيبصوا للامور بنظره الكبار، ان الامور لازم تتحل. بس كل ما احنا كنا اصغر في السن كل ما كانت احتياجاتنا ابسط من كده بكتير. يعني احتياجاتنا ان احنا نتحب، احتياجاتنا انه احضن ابني، احتياجاتنا ان انا اطبطب على اللي قدامي. فالكلمه السحريه هي التفهم، يعني صح. كلمه واحده، انا مقدره مشاعرك، انا لما كنت قدك كنت بزعل، ولكن بعدين ابدا ادي حلول. ولكن هو من محبه الكبار بيدوا حلول على طول، فما بياخدوش بالهم من حته التفهم وان انا اسمع اللي قدامي. فخلونا نسمع بعض ونفهم بعض وبعدين نتكلم في الحلول. انجي يعني الكلام معاكي طبعا ما بيخلصش، واستمتعنا جدا فعلا يعني بالعلم الجميل اللي عندك، وانك تقدري فعلا توصلي الرساله من خلالنا هنا. فيعني استمتعنا طبعا بوجودك معانا، وان شاء الله يكون في حلقات تانية اكتر واكتر ونقدر نتكلم معاكي بصوره اكبر. نورتينا وشرفتينا. ان شاء الله نتقابل على خير. ثانك يو. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي يا بيبو حبيبي. اشوفك بقى. اشوفك. اشوفك ان شاء الله. كده كنا خلصت حلقتنا النهارده مع حضراتكم، ويا رب تكون دايما عند حسن ظنكم، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد، برنامج انبوكس على صدى البلد الساعه 6:30. باي باي.